مع دخول ديفوي مهاجم آخر ودخول عبدون كذلك في مكان رياض. ديفوي يأخذ مكان إسكي وجمال عبدون كذلك. اسمع في سعدان يقول الهدوء الهدوء من فضلكم الهدوء الهدوء. جمال عبدون ينطلق الى منتزه اللعبه مع مطمور. جمال عبدون اوه يلا يا جمال اوه في رايه في رايه وضعيه تسلل. استمع الى رابح سعدان يقول للاعبين الهدوء الهدوء معناها الاحتفاظ بالكره الاحتفاظ بالكره معناها الاسترجاع الاسترجاع معناها الثقه في النفس الثقه في النفس معناها ربح معركه مهمه جدا في هذه اللحظات.